ووهبني الله ذاكرة، يعني أقرأ القصيدة مرة مرتين ثلاثة أكون حفظتها خلاص. ما شاء الله. تروح لأبو جعفر المنصوري. يعوض بثقلها ذهبا. مع الأصمعي. مع الأصمعي. مع الأصمعي. وأيضا عندي هواية في تصليح الشعر. ما شاء الله. يعني أنا مرة استمعت إلى أغنية يغنيها مطرب من البحرين. يقول: زر من تحب ودع مقالة حاسدي، ليس الحسود على الهوى بمساعدي، لم يخلق الرحمن أحسن منظر من عاشقين على سرير واحد. قلت لا 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 خفائل كذا، لا 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 ما يصير. فعملت لها تصليح، قلت: زر من تحب ودع مقالة حاسدي، ليس الحسود على الرضا بمساعدي. الله. لم يخلق الرحمن أحسن منظر من مسلمين على طريق واحد، الله، متعاونين عليهما حلل الرضا، متساندين بدرهم وبساعدي. وإذا تآلفت القلوب على الرضا فالناس تضرب في حديد بارد، وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد، وعش لذاك الواحد. فإذا رآك المسلمون تذكروا أهل الجنان لدى النعيم الخالدي. الله أكبر. هذا التصحيح كان متى بس يا شيخ؟ الله. التصحيح هذا كان متأخر ولا تلك الأيام؟ تصحيح متأخر. تصحيح.